أهلا وسهلا فيكم من جديد عن درس آخر من دروس التقنية التي أقدمها على قناتي على يوتيوب. اليوم طبعا بعد ما حكينا عن في فيديو سابق عن يعني كيف تتابع نتائج مباريات كأس العالم على الأندرويد، على النوكيا آشا، على سيمبيان، على الآيباد، الآيفون، راح نتكلم الآن كيف تتابع المباريات إذا كان عندك جهاز كمبيوتر على الماك، على الويندوز وعلى لينكس. راح نركز على لينكس بشكل خاص لأنه التنزيل على الماك والويندوز سهل، لكن ممكن يكون التنزيل على لينكس مر أحيانا في بعض الصعوبة. بالنسبة للينكس عندك تدخل على هذا الموقع، راح يكون هذا الرابط متوفر في الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله. تدخل على لينكس، تضغط على داونلود كليك يمين أو رايت كليك، تضغط open link in a new tab. إذا ضغط عليها مباشرة ما راح تستفيد شيء، لازم تفتحها في تاب جديد وتقوم بتثبيت البرنامج. حجمه تقريبا 73 ميجا بايت. طبعا إذا كان عندك نظام ويندوز تضغط على هذا، طبعا ممكن يحتاج أيضا رايت كليك. إذا كان عندك ماك بدك تشوف النسخة الماك أو إس إكس الموجودة عندك، فإذا كانت 10.4 ولا 10.7 أو 10.7. بالنسبة ل 10.7 موجود في الأبل ستور وموجود في ممكن تنزله وتثبته بشكل عادي كملف تنفيذي. الآن بعد ما تثبت اللينكس، نسخة اللينكس، نزلها في مجلد الداونلود، يعني هون على الداونلود نزل النسخة في هذا المكان، هي راح تكون مضغوطة. بعد هيك راح نفك ضغطها باستخدام الطرفية، تفتح الطرفية. طبعا إذا كان عندك نسخة 32 بت، كانت معمارية 32 بت، تضغط على أول شيء بتعمل كوبي لهذا الأمر. طبعا هاي الأوامر راح تكون موجودة برضو في الوصف أسفل الفيديو. بتعمل بيست زي هيك سي دي داونلود. هذا شو بيصير؟ هذا الأمر عشان إنه زي ما بتلاحظوا يخلي الطرفية إنه تدخل على الداونلود، بدنا إياه يدخل على مجلد الداونلود. بعد هيك نختار هذا الأمر، نعمل له كوبي وننزله. هسه ما راح ننزله. هذا الأمر باختصار إنه يفك ضغط الملف. هاي لما نيجي ننفذه راح يفك الضغط وينتج عنا هذا المجلد. بإمكانك أيضا إذا بدك تكتب الأمر بشكل مباشر، تضغط على كليك يمين أو رايت كليك، تضغط على إكزارت هير في حال إنك ما بدك تكتب تفك الضغط من خلال الأمر في الطرفية. الآن بعد ما تخلص راح ينتج عندك مجلد زي ما تلاحظوا هون اي كاب كذا كذا كذا. طبعا انا حطيت لكم هي رقم النسخه حاليا 1.2. بدك تنتبه اذا تغيرت رقم النسخه، نزلت نسخه احدث، انك تغير فقط رقم النسخه بدل ما تحط 1.2 1.3 مثلا اذا تغيرت رقم النسخه. هسه هذا الامر برضو عشان يدخل على مجلد الاي كاب. بعد هيك في عنا هذا الامر الاخير حتى يتفعل عندك البرنامج، بإمكانك أيضا تنسخه وتقوم فيه. هسا بعد ما يتفعل عندك البرنامج تدخل على المجلد هون، تضغط على الاي كاب 2014، تحط اكزيكيوت. وتنتظر حتى يفتح البرنامج. يعني إذا احتاج وقت بعض الوقت يعني لا تقلق أو إنه لا تستغرب، عادي انتظر، ممكن يحتاج بعض الوقت. إذا نزلت لاحظة يفتح البرنامج. طبعا لما يفتح ما راح تكون عندك النتيجة هون محدثة. إذا كان في عندك مباريات بدك تضغط على زر الأبديت فوق، تختار زر المحطوط على 100%، تضغط عليه حتى يتم تحديث النتيجة. عندك من الأوبشن بإمكانك تختار أبديت ريزلت أون ستارت، إنه يقوم تلقائي بعمل أبديت أول ما تفتح البرنامج. أنا فعلتها يعني شفتها من أفضل. السؤال عندك في الماتشز بيظهر لك المباريات القادمة، بيظهر لك النتائج هون، بيظهر لك الجروبات والنقاط للفرق هون، بيظهر عندك
عندك هون ماتش ديتيلز، هون مثلا عندك مباراة البرازيل الكرواتي، أظهر لك النتائج، أظهر لك مين سجل الأهداف وبأي دقيقة، هون بيظهر لك أيضا مين الأحداث اللي صارت، التبديلات، الوقت البدل ضائع، البطاقات الصفراء، البطاقات الحمراء، بيعطيك هون إحصائيات، يعني مثلا هون عدد الأهداف، عدد الرميات الحرة أو الكورنر، عدد الأوفسايد إلى آخره. وهون تشكيلة الفريقين، يظهر هون عندك تشكيلة الفريقين، حتى هون بتوقع هاي هي شو اسمه يعني مواقعهم، مثلا عندك هون حارس المرمى، هون الدفاع، الهجوم إلى آخره. يعني تطبيق جميل، كمان هو التطبيق مجاني، لكن في حال رغبت انك تدعم فريق تطوير البرنامج بامكانك تضغط على دونيت وتدخل رقم الفيزا والمبلغ اللي حاب تتبرع فيه لفريق التطوير. بامكانك كمان تشهر البرنامج بمشاركته على تويتر، على جوجل بلس، وعلى الفيسبوك. ايضا يبدو انه في نسخة من البرنامج على الايباد والايفون، بامكانك انك تنزلها كمان وتدعم فريق تطوير البرنامج. اذا كان هذا درسنا لهذا اليوم، اتمنى ان يكون قد نال اعجابكم. لكن قبل الختام بدي انوه كمان انه في انا راح احط لكم ايضا طريقة التثبيت على معمارية 64 بت لللينكس. إذا كان عندك نظام ديبيان لازم تنزل هذا المستودع في البداية، بتنزله في الأمر التالي. إذا كان عندك توزيع ريد هاتية زي سيدورا وريد هات وغيرها من التوزيعات المبنية عليها، تستخدم هذا الأمر حتى تنزل هذا المستودع. بعدها بتقوم بنفس الخطوات تقريبا، بتوقع نفس الخطوات اللي قمنا فيها في معمارية 32 بت، بس هون عشان ننزل هذا المستودع، يعني هذا المستودع ضروري حتى يتم تثبيت البرنامج لأجهزة الـ 64 بت. إذا حتى يحين موعد درس جديد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.